أسعد الله أوقاتكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم بالشكلوب. سنطل عليكم اليوم بموضوع جديد وسنتناول مشكلة المياه وأثرها على المواطنين. رئيس دولة الشحادين، أهلا فيك معنا اليوم. صحيح اللي سمعناه سيادة الرئيس؟ ليش شو سمعته؟ سمعنا إنه المي بتضلها مقطوعة عندك، يعني فيش مي عندك. الله يكون بعونك. آه والله يا بنت الحلال، صار لي سنين على هاي الحالة وبطارد من هون لهون عشان يحلوا هالمشكلة، مشكلة المي وعلى الفاضي هاي. أقسم بالله تعبت، لاقولي حل بترجاكم. طيب احكي لي، رحتوا طاردتوا وشكيتوا، ما حدا سمع لك صحيح؟ والله لا ردوا ولا صدوا، احفيت وأنا بطارد، شرشحوني أروح على سلطة المياه، ببعتوني على رئيس البلدية وعلى هالموال. الله وكيلك على الفاضي، والله بتمر علي أيام ما بنلاقي نشرب. الله يكون بعونك، إن شاء الله بنحاول نحكي مع الجهات المعنية علشان يلاقوا لك حل لمشكلتك. كلمة أخيرة بتحب تحكي لنا إياها سيادة الرئيس؟ والله أنا بناشد هالفلاحين وهالجهات المعنية أنها تحاول تلاقي لي حل لهاي المشكلة، لأنها بصراحة طولت، والله طلعت ريحتنا بلا مي، إن شاء الله حسوا فينا شوي. ولا يهمك سيادة الرئيس، إن شاء الله ما بتكون إلا راضي، وبنوعدك إنه نلاقي حل هاي القصة بأقرب وقت. وشكرا لوجودك معنا اليوم فخامة الرئيس. الله يسعدك يا بنت، يعطيك العافية. انتقالا من سيادة الرئيس إلى أحد الفلاحين، ومع أبو محمد. الفلاح أبو محمد، أهلا وسهلا فيك معانا اليوم. حبيت أعمل معاك مقابلة لحتى نأخذ رأيك في مشكلة المياه في البلد. أبو محمد، بتيجي عندك المي ولا لا؟ المي والله الحمد لله ربنا كافيني، والمي جاي 24 ساعة عندي، والخزانات عندي فل على طول، مش ناقصني مي والحمد لله رب العالمين. أفهم من حكيك إنه المي ما بتنقطع عندك بالمرة أبو محمد؟ لا شو تنقطع، هي ما بتذكر إنها انقطعت عندي طول حياتي، ولا مرة عمري عانيت من هالقصة. المي تنقطع من وين هالحكي؟ يعني جاي المي عطول وعندك فائض كمان أبو محمد، مزبوط؟ أي والله عندي مي، مش عارف وين بدي أروح فيه، بتكفيني 50 سنة لقدام. الحمد لله مبسوط ومرتاح على الآخر، المدام بتغير مية المسبح كل يومين تقريبا، وبغسل سيارتي بالبربيج، وكل شي تمام التمام. ما شاء الله، اللهم زد وبارك. بس حبيت أحكي لك عن شغلة مهمة سيادة الرئيس، إنه المي عنده مقطوعة دايما وما بتيجي بالمرة، وحبي ناشد هالفلاحين اللي مثلك اللي عندهم مي. المسكين طول السنة ما عنده مي، وبلف وبشحد مي بالشوارع، وطول النهار حامل هالبرميل وبلف على الجيران. شو رأيك أنت؟ والله الشاطر بشطارته، وأنا شو دخلني، بس عشانك بنحاول ندبرها وبنخلي المي تصير تيجي عنده لو مرة بالأسبوع، ما تقلقي يا بنتي. هذا عشمنا فيك أبو محمد، ما بتتخيل شو راح ينبسط سيادة الرئيس لما يسمع بهالخبر. وشكرا لحضرتك أبو محمد. ليه يا بنت الحلال، بدنا خدمة تحرز، توكلي على الله إن شاء الله ما بكون إلا راضي. يخلي لنا إياك أبو محمد، شكرا لتواضعك وشكرا لوجودك معنا اليوم، ويعطيك العافية. ولهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وإن شاء الله بتكون نالت إعجابكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. وهاي تحياتي وتحيات فريق العمل والمخرجة كفاح ربيع.